على فكرة شباب ما بيضيق صدوركم بس صعب الاستراحة دق علي بالقطة. ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس، ما نجيب لك ابن الحلال يا اخوي. اركض بديتك انت، هذه قطة استراحة عيال لازم نلتزم فيها. بعدين تعال انت 24 ساعة متسدع في الاستراحة، انت مفروض تدفع اكثر بعد يا اخوي. ترى ما يمدي يا اخي كل هذا علينا حنا، يبغانا ايجار الاستراحة وقطة العامل وقطة الانترنت واغراض الاستراحة. يا اخي شوفوا لنا حل. الحل نجيب واحد معنا يقط. والله فكرة، بس من نجي؟ أنا. أنت قاط يا أخوي، نبي واحد ثاني غيرك. لا يا ابن الحلال، أنا عندي واحد من أخوياي يكلمني يبي يقط معنا. حلو، بس كيف وضعه؟ شلون كيف وضعه؟ مضمون يا ابن الحلال، أنت تبي واحد يقط معنا صح؟ إيه. خلاص نجيب أخوي. تستهب. هلا صديقي، ها بتقط معنا ولا هو انت؟ والله اشوف خلاص بقط معكم، بس كم القطة؟ القطة والله هو كل واحد يقط منا 5000 في السنة. 5000؟ استراحة 5000؟ ابى اقط معك في الشانزليزيه انا. لا يا اخي لا، غالي غالي يا اخي، خفولي خفولي. لا لا، داخل محل ابو ريالين اركض في ديتك يا حبيبي. هذه غير قطة أغراض الاستراحة عشان تكون في الصورة بس. أقول أركض في ديتك أنت. طيب، وبعدين أنا جديد يعني، عاملوني معاملة الجديد، وشوفوا حركات نصكم دي مبالي. أنا دائنكم جايبيني علشان أنقذكم ووقت معكم يا أخوي. لا تشغل أمنا، تبي تقط ولا لا؟ تعال صكني كف بعد يا أبوي. خلاص خلاص بقط معكم بس في الأجار، الأغراض معليش أنا جديد بعدين.